يا عيني ايش هو الخبريه؟ والله مثل الكذب، معقول بعد كل هالوقت يطلع ابو عصام عايش ومحبوب؟ اي والله فوزيه احسن ما تحكي هيك، ادعي له الله يفرجها عليه. ليش ما بتخلوا حدا من اهل الحاره يحكي مع ابن عمي؟ بركي بيتدخلوا بيطالعوا من الحبس. ليش ابن عمك مأموم بيك بيحسن يطالعوا من الحبس؟ ليش ابن عمي مأموم بيك مو جاب العفو لرجال الحاره اللي ما كانوا محكومين اعدام ومن بيناتهم ابنك بشير؟ ولا يا ام بشير بالكبر عبر وصاير عم تنسي؟ لا ما نسيت، شكلي قاسي، بس اكيد ابن عمك بيعرف بقصه الرجال. اي شرف يورجينا عضلاته ويطالعه. ولك انت شو بتقصدي ولك ام بشير؟ ما تكوني عم تتملسي على ابن عمي كبير حالة الضبع. اهدوا يا جماعة، اهدوا وروقوا شوي واتركوا شغل الرجال لرجال. لك والله يلي بيقدر يساعد ابو عصام اكيد ما رح يقصر. يا عيني عليكي يا عيني عليكي يا ام حاتم، ان شاء الله بيسلم هالتم.